مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. مات واقفا مثل الاشجار، نازفا مثل العصافير. هذا هو جلال عامر. جلال عامر تاريخ من الوطنيه المصريه، ضابط الجيش اللي عرض حياته للموت فداء لهذا الوطن. انتقل من الحديث بالبندقيه دفاعا عن ارض الوطن الى الحرب بالقلم. جلال عامر صاحب تخاريف المصري اليوم، وفاته المنية، مات حزينا على ما يحدث في مصر. جلال عامر كان واقف في بلكونة بيتهم بيتفرج على الناس، بيتفرج على الشعب وهو خارج. مظاهرة خارجة بتعبر عن رأيها، اشتبكت معاها مظاهرة تانية من المؤيدين للمجلس العسكري، دخلوا في بعض، شاف تشابكات، قلبه ما استحملش، خد بعضه ونزل في وسط الناس، لكنه وقع. قلبه العليل المهموم بحب الوطن دايما، اللي كان كل كلمة بيقولها لها فلسفة وحكمة، هو واحد من رواد فن الاختزال، الاختزال المعبر، أقصر جملة وأقصى جملة ممكن أن تدخل القلب. هذا الوطني الثائر الحر قلبه ما استحملش، وقع في وسط الزحام، وعلى لسان ابنه رامي بيقول للمصري اليوم، قال المصريين بيموتوا بعض. دي آخر جملة قالها، ما كانش يتخيل أبدا أن احنا ممكن نصل إلى هذا في سبيل حرية الوطن. قلبه ما استحملش، جات له أزمة قلبية، دخل المستشفى لكن مات. جلال عامر قيمة كبيرة قوي، عم جلال زي ما كنا بنقول له، عم جلال الحنون الصادق المحب رحل. صعب قوي ان احنا نعوض عم جلال، في ناس ما تتعوضش، بتفضل كده علامة. انتشر متأخرا عم جلال عامر، رغم انه بيكتب من زمان، كان بيكتب في صحف عديدة، لكن عندما بدأ يزيع اسمه ينتشر من خلال المصري اليوم، وكان قبلها في جريدة الدستور، كانت الناس بتستنى مقال جلال عامر، كانت بتستنى كلمات جلال عامر. عايزين تعرفوا جلال عامر قال ايه وكان عارف انه هيرحل ازاي؟ نشوف قال ايه عم جلال. الحقيقة تقول اننا اول دولة في التاريخ واخر دولة في العلوم، وهذا النوع من الشعوب يسهل تحويل رأسه إلى كرة يتم التلاعب بها. ابدأوا الآن وانتقلوا من ظل الطوارئ إلى شمس الحرية، فقد عشنا 7000 عام كفترة انتقالية. من الظالم الذي حول مدينة حاربت 3 دول من أجل الوطن إلى مدينة تحارب من أجل 3 نقاط؟ ليس المطلوب هو رفع ثمن الشهيد كما يريد النواب، ولكن رفع قيمة الشهيد كما يريد الثوار. من أجمل الأشياء أننا نقسم على الدستور في غيابه ثم لا نحترمه في وجوده. الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية هي أن يكون عندنا رئيس اسمه خليفة ويبقى الحال على ما هو عليه. عصر حكم الأسرات بدأ مع الفراعنة واستمر حتى أسرة مبارك. نريد رئيسا غير متزوج يعول الشعب المصري. كانت مصر في حاجة إلى ثورة 52، وبعد أن قامت أصبحت في حاجة إلى 52 ثورة. تعلمت أن الانتقاد له ثمن. في الدول الديمقراطية مثلنا يتراوح الثمن بين اختفاء العمود أو اختفاء صاحبه. واختفى صاحبه، واختفى العمود، الاثنين خسرناهم في ضربة واحدة، خسارة كبيرة. خالص العزاء لكل واحد حب جلال عامر، لكل مصري عارف قيمة جلال عامر الكاتب والإنسان والمقاتل المصري. عندنا إيه النهاردة؟ عندي بعد الفاصل مباشرة معايا مطرب شاب. أهمية هذا المطرب مش بس إنه كان هو الأول على واخد جائزة أفضل مطرب في الجامعة ل4 سنوات، ولا لأنه بورسعيدي، ولكن لأن عنده حس خاص جدا. عامل أغنية هو وصديق ليه عن بلد البالة، بيعبر فيها عن حزن شعب بورسعيد، عن اللي حصل في استاد المصري، ولازم نقول الجريمة في استاد المصري ملهاش علاقة بشعب بورسعيد، لازم نفصل ونحدد المصطلحات. علي الألف هيكون معانا النهاردة عشان يقول لنا كمان قم بينا نصلي يا شيخ عماد. علي الألف ليه أغاني كتير، وأغاني قبل الثورة كانت بتعبر عن حلم شاب مصري عاش 30 سنة نفسه يعيش ويحس بالحرية. بعدها وحلقة اليوم مفتوحة، أرجوكم شاركونا، نحن نريد أن نتحدث عن مدينة بورسعيد الباسلة.
احنا النهارده ونحن نحرص على دم كل شهيد مصري مات في استاد المصري، احنا ايضا عايزين نعيد الاعتبار لمدينه بورسعيد. مش عايزين نصل الى مرحله محدش اخد باله من صناعه البغضاء التي تتم في هذا الوطن. بورسعيد دي بلد عظيمه وبلد لها قيمه كبيره. النهارده طلع تقرير تقصي الحقائق، احنا هنتكلم عن النقد الرياضي وعن تقرير تقصي الحقائق. معانا هيكون معانا النائب البورسعيدي الشهير وهو نائب في قلب كل مصري البدر فرغلي، هيكون معايا كمان الاستاذ اشرف العزبي محامي النادي المصري، ومعايا الدكتور محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب عضو لجنه تقصي الحقائق في احداث بورسعيد، ومعايا صديقي الكاتب الصحفي الاستاذ عاطف حزين نائب رئيس تحرير الاهرام، ومعانا انتوا بتليفوناتكم باهالي بورسعيد عايزين نسمع صوتهم. احنا عايزين نفك، عايزين نبص صح، عايزين نطالب بالعقاب للبلطجي اللي مش محسوب ابدا على اي شعب. شعب بورسعيد هو شعب مصر، لازم ناخد بالنا واحنا بنندفع وفي حالات الغضب ما بناخدش بالنا احنا بنخسر قد ايه، والجروح ما بتسيبش ندوب بس ده غائره جدا في جسد الوطن اللي ما عادش مستحمل اي حاجه ابدا. في سؤال حول هذا الموضوع شاركونا الراي فيه، هل يتحمل مسؤولية كارثة استاد المصري؟ واحد شعب بورسعيد، اتنين فئة منحرفة من الجماهير، تلاتة الأمن. لغاية دلوقتي النسب الأقل جدا هي شعب بورسعيد، واحنا قصدين من السؤال ان احنا نشوف تأثير اللي حصل في الوجدان الشعب المصري او اللي بيتابعونا اتأثروا قد ايه فبيحملوا شعب بورسعيد او اهالي بورسعيد لاننا شعب واحد هذه المسؤولية. النسبة الاكبر بيتحملها الأمن في الاستطلاع، كان 170 لغايه دلوقتي 72 بيقولوا فئه منحرفه من الجماهير. اما سؤالنا بالامس هل توافق على التصعيد مع الولايات المتحده حتى لو كان الثمن هو المعونه الامريكيه، كان 93% بيقولوا ايوه و7% بيقولوا لا. هنسيبكم نعرف ايه اللي حصل النهارده، تقريرنا الاخباري، ثم نعود اليكم ببعض التفاصيل.